السلام عليكم. دعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الاثنين في بيانها الموجه لكل المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية تبعا للارتفاع المحسوس في درجة الحرارة والتي تشهد عدة مناطق من البلاد. وأوضح ذات البيان أنه نظرا للارتفاع المحسوس في درجة الحرارة تذكر وزارة الصحة بضرورة اتخاذ إجراءات الوقائية، مشيرة إلى أن الأطفال الصغار والأشخاص المسنين وكذا ذوي الأمراض المزمنة تعد الفئة الأكثر عرضة للخطر. وأضاف نفس المصدر أن الاحتياطات الواجب اتخاذها تتمثل في إغلاق الشبابيك الخارجية والستائر الموجودة على واجهة المساكن والمعرضة لأشعة الشمس، مع إبقاء النوافذ مغلقة طالما أن درجة الحرارة في الخارج أعلى من الداخل، فضلا عن تجنب الخروج في الأوقات الأشد حرا، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من كل المواطنين.